إذا للحديث عن التطورات في غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومآلات العملية العسكرية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معين نعيم، وعبر خدمة زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. مرحبا بكما أستاذ معين. أبدأ معكم، يعني قصف مستمر من قبل الاحتلال على غزة، أيضا هناك تطور خطير باقتحام العديد من المنازل وأيضا القيام بتصفيات ميدانية، هل الاحتلال مستعد بالفعل لهدنة في غزة ضمن هذه المعطيات؟ يعني بداية الاحتلال الغاشم منذ 75 يوما وهو يرتكب الجرائم، تلو الجرائم كل يوم في قطاع غزة، والإعدامات قد تكون هذه الجريمة التي يتحدث عنها الناس اليوم وتحدث عنها الإعلام اليوم إحدى الجرائم التي شهدت وعرفت، بينما حقيقة هناك إعدامات بالجملة حدثت منذ بداية ما يسمى بالعملية أو الهجوم البري ضد قطاع غزة، وكذلك نعلم أن هناك إعدامات تمت بالقصف لكثير من العائلات. فهذا الاحتلال المجرم الغاشم لم يتوقف ليوم عن جرائمه وعن قتله، حتى أيام الهدنة المؤقتة أو الهد أو وقف إطلاق النار المؤقت الذي استمر لأسبوع أو 10 أيام بعد فترة من الحرب، بعد أكثر من 40 يوم من المواجهة. لكن الاحتلال الصهيوني لا يأتي ولا يتحدث اليوم عن الهدنة لأنه يرغب بهدنة، أو لا يتحدث عن هدنة لأنه يرى أن هناك موقف إنساني يجب اتخاذه والدخول إلى هدنة، لكنه يواجه معركة ويعيش مشكلة حقيقية، مشكلة عسكرية ومشكلة اقتصادية ومشكلة دبلوماسية عالمية تضطر وتضغط عليه اتجاه أن يقبل بهدنة. لكن بالمناسبة هذا الحديث وهذا الحديث المتكرر عن الهدنات، الاحتلال لا يريد أن يصل إلى حالة من وقف إطلاق النار المطلق أو العام الذي يفضي إلى اتفاقية وينتهي به العدوان، لكنه يريد هدنة يخفف من وطأة الحراك الدبلوماسي، وطأة الحراك الشعبي ضد الاحتلال، وكذلك يعيد تمركز قواته ويعيد ترتيب قواته التي أرهقت في المعارك والمواجهات مع أبطال المقاومة في قطاع غزة. لذلك أنا أعتقد أن موقف المقاومة الذي رأيناه بشكل واضح عن الرفض المطلق عن أي شيء، عن أي حديث عن هدنة مؤقتة، وأن الحديث فقط عن وقف كامل ونهائي للهجوم والنار على قطاع غزة، ومن تفضي إلى اتفاقية كاملة فيها تبادل وفيها رفع حصار وفيها كل ما تطلب المقاومة شروط. طيب. الاحتلال لن يستمر، لأنه مع الأسف الدعم الدولي المادي والمعنوي والعسكري من قبل القوى الاستعمارية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الاستعمار الغربي الأوروبي موجودة، لكن في نفس الوقت في قدرتهم على الاستمرار، لكن في قدرتهم على الصمود في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من أدوات مقاومة بسيطة مقارنة بما يملكه الاحتلال من قوة وقدرات عسكرية وتكنولوجية ودعم دولي وحصار مع الأسف من الاحتلال وكذلك من بعض الأطراف العربية الشريكة في ذلك. أستاذ علي، أجدد الترحيب بكم. مقتل وإصابة ما يقرب من 35 بين ضابط وجندي من قبل الاحتلال الصهيوني خلال يوم واحد خلال 24 ساعة، ولكن في ضوء هذه الخسائر الكبيرة التي يمنى بها جيش الاحتلال، ما قيمة التحركات السريعة للمقاومة وأثر ذلك على الاحتلال الصهيوني؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفك من اسطنبول. في الحقيقة نحن نشهد ملحمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهذه الملحمة ملحمة طوفان الأقصى المبارك كل يوم تنبئنا بجديد، كل يوم تخبرنا بأن حجم المأزق الإسرائيلي أكبر مما نتصور، وأن الإسرائيلي هذا الاحتلال الغاشم لم يزل يدور في حلقة الإخفاق والفشل الاستراتيجي التاريخي بأنه كيف حصل طوفان الأقصى. تصور أنه بعد 75 يوم من طوفان الأقصى والعدوان على غزة، العدوان التدميري الذي يهدف إلى استئصال غزة، استئصال وتهجير غزة،
لن ينتصر مشروع الاحتلال في القضاء على المقاومة في غزة، على جزوة المقاومة في غزة، إلا بتهجير سكان غزة بعد تدميرها. الآن الكلام أن هناك تدمير نحو 60-80% من البنية التحتية والمباني في غزة، هذا الأمر تمهيدا للتهجير. لكن قبل أن أستطرد، دعني أقول لك بأن ثمة تطورات إقليمية خطيرة. الآن هناك خبر منذ دقيقتين يقول بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا طلبوا من رعاياهم مغادرة العراق وسوريا واليمن ولبنان فورا فورا فورا. هذا الكلام الخطير يقول بأن طوفان الأقصى، والذي أسميته فيما سبق بالطوفان الاستباقي، سوف يكون ما يليه، بمعنى آخر أن المكياج وعناصر التجميل لهذا الوجه الغربي القذر والقبيح قد سقطت. لا. وقد بانوا بأنهم عبارة عن أناس مدججين بالسلاح بهدف الإجهاز على العرب والمسلمين. يبدو وكأنهم يقولون بأن المعركة فتحت وفتحت، دعونا نكمل ما بدأناه في غزة باتجاه لبنان والعراق واليمن وإلى آخره، سيما وأن خطوة إقفال باب المندب أمام السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة لإسرائيل أحدثت ضغطا وإرباكا كبيرا، لأن الغرب مع الأسف الشديد لا يعلم ما هي فلسطين وما هي القدس وما هي غزة وعسقلان في الوجدان الجمعي العربي والإسلامي. لو تفتح الحدود لقاتل مئات ملايين. نعم. والمسلمين دفاع عن فلسطين، لكن مع الأسف أن هذا الكيان اللقيط محروس ببعض الأنظمة العربية. طيب. نعم. أستاذ معين، يعني ماذا عن مجلس حرب الاحتلال؟ هل يمكن أو هل تراه بالفعل قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة بالإجماع، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك اتهامات تطال حكومة نتنياهو ونتنياهو نفسه بالفساد، وهناك أيضا ضغط من قبل عائلات القتلى والأسرى؟ يعني في الحقيقة مجلس الحرب أو مجلس الإجرام الصهيوني اولا يعيش حاله من الانفصام من المشاكل الداخليه، والتي يحاول كل راس فيها بين وزير الدفاع ورئيس الكيان الصهيوني نتنياهو وبعض الوزراء الذين كل يحاول ان يزيد من حصته في الشعبيه والجماهيريه، اما بالاقوال او التوجهات التي تخاطب تزغزغ مشاعر المواطنين من طرف، او الجيش من طرف، او حتى التيار المتطرف العنصري الصهيوني من طرف. ليس هناك وحدة واضحة، وواضح جدا ذلك في المؤتمرات الصحفية، في الخطاب الإعلامي المتناقض الذي يتهم كل واحد فيهم الآخر. ورأينا هجوم من نتنياهو على رئيس الأركان ورئيس وهجوم من نتنياهو على وزير الدفاع ووزير الحرب الصهيوني والعكس. أنا أعتقد أن هذا المجلس هو مجلس كل طرف فيه يحاول أن يؤجج أو يحرك المعركة أو الحرب حتى المواجهة تجاه مصالحه الشخصية والذاتية. نعم. ومن طرف آخر فيها نتنياهو، في هذا المجلس نتنياهو الذي يعرف أنه يطيل أمد الحرب حتى لا يسقط أو لا يواجه المحاكمة، على أولا على فساد السابق المالي والأخلاقي، ثم على فشل الذريع في معركة في مواجهة طوفان الأقصى أو المعركة الأولى من يوم من معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر. لذلك أنا أعتقد أن هذا المجلس هو مجلس يعتبر من أفشل المجالس الحربية الصهيونية على الإطلاق، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تثق به، مما اضطرها في العديد من المرات إلى إرسال مندوبين إن صح التعبير إدارة هذا المجلس. وأصبح حتى أن بعض القيادات أو المفكرين الصهاينة أصبح يقولوا أننا لم نعد دولة، بل أصبحنا ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية تدير أمورنا وشؤوننا الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك في هذا المجلس عدة مرات وزير الخارجية الأمريكي، وفي عدة مرات وزير الدفاع الأمريكي، وفي مرة وزير المالية، وفي أكثر من مرة الرئيس الأمريكي بحد ذاته. لذلك أنا أعتقد أن هذا لا يدل على، البعض يعتقد أنه مظهر تضامن، بل هو لا، هو مظهر ضعف وخوف من الأمريكان أن هذا الكيان وهذا
المجلس لا يستطيع إدارة هذه الحرب. لذلك في المناسبة هناك معلومات شبه أكيد تقول أن في مقابل مجلس الحرب هناك مجلس عسكري تنفيذي يقوده الأمريكان لإدارة المعركة الذين هم شركاء في كل جريمة يقوم بها الاحتلال، لأنهم أيضا لا يثقون بإدارة العسكرية للكيان الصهيوني، لا بوزير الدفاع ولا بقادة أركانه ولا حتى بالقيادات الميدانية له. لذلك أنا أعتقد أن هذا المجلس هو مجلس فاشل يجر إسرائيل من الكيان الصهيوني من فشل إلى فشل، وبإذن الله سيصل به الحال إلى الفشل الذريع والسقوط الكامل قريبا بإذن الله. إذن واشنطن هي التي تدير الوضع، وضع المعركة في قطاع غزة. أستاذ علي، لو أخذنا مما تفضل به الأستاذ معين، الوضع الدولي هل هو مهيئ بالفعل للمضي إلى هدنة ودعمها، لا سيما يعني نحن نتحدث الآن عن الولايات المتحدة، هل تعتقد أنها ستوفر هدنة ولو جزئية في قطاع غزة؟ الولايات المتحدة يهمها حصول هدنة من أجل الحصول على الرهائن أو الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، وبمجرد الحصول على هؤلاء تعطي إشارة الانطلاق من أجل استكمال العملية العسكرية للإجهاز على ما تبقى من غزة، وبالتالي هي بهذا المعنى تمارس قمة الانتهازية والوصولية السياسية، تريد الإفراج عن الأسرى والرهائن مقابل أن يخف الضغط من الشارع الإسرائيلي على قيادته التي تقتل الأسرى في السجون ولا في لدى أسيرهم ولا تستطيع التمييز بينهم وبين الفلسطينيين، وبالتالي هي انتهازية كاملة. الولايات المتحدة في الحقيقة هي من تدير الحرب، هي من تجلس على كرسي إدارة الحرب في تل أبيب وتديرها من واشنطن وأيضا من البحر، فضلا عن الأقمار الصناعية وإلى آخره. هي تدير الحرب العسكرية والاستخبارية والأمنية والدبلوماسية، وأيضا هناك كلام عن بعض العمليات الميدانية أيضا بأن فرقة دلتا تدخلت فيها، لكن الأمريكيين نفوا ذلك. وبالتالي لا، هي منخرطة وتعتبر هذه المعركة معركتها. لماذا؟ لأن بايدن أفصح أكثر من مرة وهو هنا لا يمالئ اليهود، قال أنا لست يهوديا لكني صهيوني، وإذا لم تكن إسرائيل موجودة فوجب علينا إيجادها. بالتالي هي إسرائيل عبارة عن بارجة حربية ثابتة مهمتها تمزيق الوطن العربي وكأسفين فيه يفصل مشرقه عن مغربه أو شقه الآسيوي عن شقه الأفريقي إذا صح التعبير، ومن خلال هذه القاعدة البارجة الثابتة تقوم الولايات المتحدة والغرب عامة بابتزاز أنظمة المحميات العربية المختلفة وإدارتها وشفط ثرواتها. هذا لإسرائيل دور وظيفي وفق هذه البارجة. هناك اثنين إسرائيل، هناك إسرائيل التوراتية التي تمتد من الفرات إلى النيل، وهناك إسرائيل الصهيونية التي يتحدث عنها جوي بايدن، وربما لا يمانع أن تكون هي نفسها التوراتية. فبهذا المعنى مسألة الكلام عن الهدنة وما الهدنة، لأن الجيش الإسرائيلي في مأزق حقيقي، دمر 80% من غزة ولم يحقق مطلق إنجاز عسكري أو أمني أو استخباري. اليوم هناك فيديو أنا أعتبره من أهم الفيديوهات الخطيرة التي نشرتها كتائب القسام، وهو الفيديو الذي يظهر لنا مهندسي القسام وهم يصنعون القناصة بأيديهم. هذا الأمر فيه غاية التحدي، وبأننا جاهزون تحمل رسالة قوية، جاهزون لمعركة طويلة، لقد أعددنا العدة، سلاحنا نصنعه بأيدينا وفي مصانعنا تحت الأرض، وبالتالي نحن لدينا الجاهزية والقدرة على المطاولة لزمن أكبر من قدرتكم على الاحتمال. ولهذا تهرع الولايات المتحدة والوسطاء من أجل محاولة خلق هدنة، لكن المقاومة الفلسطينية هذه المرة تقول لا كلام عن هدنة، هناك وقف شامل لإطلاق النار ونهائي، وعلى مبدأ
الإفراج صفقة عنوانها الكل مقابل الكل، كل الأسرى الفلسطينيين مقابل ما عندنا من أسرى صهاينة. عبر خدمة زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لكم. وكان معنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معين نعيم، شكرا جزيلا لكم.